وغير العنصر جا المكتب واش ما كيفاش تعرض ليش تهضر مع الناس ما تبيع يا شنو كان جيت كوستيما ولا تقول معليش يا خو شخص يا خو شوف يا خو كاش خلاص هضر مع النورمال خلاص معليش ما والله غير جيت نشوف يا خو واش هضر مع النورمال خلاص يا خو كاين طواب ليها يا خو كاين طواب عليك لا لا حبيت ليها يا خو الله يرضى عليك يا خو اسمع لي يا خو معليش السلام عليكم. الله يخليك يا خويا. السلام عليكم. السلام عليكم. فهمت عزيز بيه. أنا نبيع ونشري يا خو. الله يبارك الله يعاونك العزيز. أنا خو الله يعيشك. أنا نشوفو برك العزيز. الله يعيشك. الله يعيشك. أنا نشوفو العزيز. يا خو تربح مانيش عارف دوكا الموضوعني نخدم مع الناس. تربح خو. علاه يا خو انا نشوفو برك العزيز ها شوف يا خو شوف انا نشوفو العزيز يا خو والله انا نبيع ونشري مع الناس الله يعاونك يا خو انا نشوفو برك يا خو علاه يا خو ما عجبتكش ما نشري من بعد ما عندي حتى نديري معك روح الله يعيشك علاه يا خو بالك حاجه بالك يجي الرزق بالك يا خو ما تقدرش والله بالك حاجه تعجبني الله يعيشك روح يا مرمر خليه يشوف والله يا خو ما علاه يا خو شوف شروح مانيش حايب النود يا خو خو خليه يشوف ويشوف انا نشوفو برك يا خو علاه يا خو لازم نلبس كوستيم باش نجي يا اخو قاري لك بلو اسمه انا نبيع ونشري مع الناس يا اخو روح ما نبيع لكش بدرهمك ما نبيع لك لا يا اخو اش بيك يا اخو كاع زواب ولا كاع خدامين كاع نصرفوا على عائله انا رايح ما تقلقش روحي يا اخو والله ما فاهم اي روح ما يدير والو ويشوف لا تما اللي يخدم في النادكم ما يشريش العزيز روح خو لا لا ماشي هكذا صح سي فيري صح سي فيري يا اخو روح خو انا نشوفوا برك العزيز يا اخو ما نبيع ما تشوفش ما نبيع ما نشري معك روح خلاص يا اخو راني واقف برك يا اخو ما نديرونجيك شريح يا اخو ما ندم راني برك يا اخو هاو يشوف خلاص انا واخ الله يرضي عليك العزيز ها شوف هذا هو يشوف انا نشوف برك ها وقال لك سيدي يا اخو الله يبارك صافي ريح يا اخو ما تقلقش روحك يا اخو سلام عليكم يا اخو انا اشوفه برك ما خلاناش نشوفه يا اخو انا نساومه كاش ما بدا يا اخو من حقه عنده دراهم يا اخو يقدر يشري ويبيع معاك يا اخو اسمح لي حبيبي ما نشري ما نبيع معاك وعلاش بالصح يا اخو يا اخو من حقه الشهر اللي يشري ويبيع لا 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 يا اخو والله من حقه من حقه يشري خويا العزيز خدام عن الشهر يخدم يا اخو ولا بيشري عليك يشري يا اخو يقدر يشري عليك خويا لا يا اخو رزق على ربي بالك حاجه يغلبك خويا العزيز من حقه خو كشتو لا تصاك الله خدام يا خو كمل انا خدام يا خو والله غير مازال ما كملت خدمه بصح انا نقي مسخك يا خو انا نقي مسخ الناس يا خو يا خو يا خو يا خو اسمح لي يا خو انت راك تبيع السلعه تاعك هي عندك هو شاري جد يشري يا خو هذا ما كان هو من حقه يشري يا خو والله صاحبنا ما نبيع ما نشري معك يا خو ربي يهديك يا خو ولا غير ربي ان شاء الله يا خو انتم تحضروا بالعين يا خو الله يحفظكم بالعين يا خو شكرا اسمحوا لي يا خو من حقه يشري يا خو والله يا اخو خدام يا اخو يا اخو خدام يا اخو من حقه يشري يا اخو فكرت بلاتي وين هذه عقلية ديزال هذه رسالة بالقلب القلب الخوة الخوة لابويا انت وانا السلام عليكم خاوتي ان شاء الله راكم بخير معكم كريم الكانغ اليوم راحنا كما نقولوا نعالجوا قضيه مهمه ياسر 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 هي النظافه والمهنه تاع عامل النظافه سورتو المهنه تاع عامل النظافه في بلادنا اسكو المواطنين يحقروه لا اسكو عامل النظافه ان شاء الله نسقسوه هو شخصيا اسكو راهو عايش مليح شوفوا اسكو يعني تقدر تتعامل معاه تشريه بالدراهم تقدر تولي يمارس مهنه التسول لانه راح للمهنه هذه شريفه بزاف تابعونا ان شاء الله تعجبكم تعاونيني بكره خير انا راح اضرب الدم من هنا يا رحم والديك اختي سيبو في عاونيني يا ربي سمحي لي عبالي عندك مكياج وكا انا والله كرهت الخدمه هذه اختي انا كرهت خلاص عندي سمانه كرهت يعطيك الصحه يرحم والديك اختي ربي يعاونك صح يعطيك الصحه اخو كرهت يا انا شبيب اخويا ناس صح كرهت يا اخو
اكره اشرب معاه ما كرهت يا طيحوا لك في الهضره يقول لك زباله الناس هذا على يقول لي زباله انا زباله انا هني ما لا ما قلت زباله انت كنت باين نقي ما شاء الله كلبش الميزان هو زباله راك تشوف له سخ ماشي احنا زباله تليف نقي شو كيفين لا لا ماشي هكا رحت نخطب قالوا لي ما تزوجش ها عندك نحبس خدمه هذه نسرق ونبيع الزطله نبيع لا 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 بدناش مش مكتوب كرهت يا فاطمه كاين ما لقاوهاش بيه مش ما لقاوهاش كاين ما لقاوهاش انت راك لاباس بيك داك تخدم لاباس بيه راه تعرفني انا واش تخدم شهر واش تخدم كويزيني ندير جبنين شهر جبنين وانا ندير ربي يعاونك يا اخي بصح انا ونخدم بصحك صباح العشيه انت مسطور انا براك تشوفي في الهم في ميسيري انت اللي راك مقيفين هناك اش كرهت يا اخي عندي سمان الناس كامل طيح لي في الهضره هبلونا طيح لك ما والو دوك الرياح هناك طيح لك يا خويا يرحم والديك لا مشي ماك حتى بغيت تخمس معايا مسخ ما تحبش تخمس معايا اه والله صار عليك اش قالت انا زوالي ما بقينا زوالي تشوفني هاكا في الجوله بصح نحمل الفلوس هذا ما نخدم على الدار نخدم على بابك ويماك ما كرهت يا اخي والله 22 سنة صغير 22 سنة زاد فرمان يا اخو انا نروح نخطب خطب وحدة حبوا شي يزوجوها لي في الدار ماني ما عندي والو خدمة ما يخدموكش اما نخاف ربي انا مانيش حاب نخدم الزطلة مانيش حاب نسرق مانيش حاب دعني الشهر دعني الشهر ضربي كي راك هكذا تخدم ما بدناش تعمل الشهر اخلص يرحم والديك راح راح في وجهك هاد بدي شويه لهنايا ايوا اختي عاونيني يرحم والديك سمحي لي انا كرهت والله كرهت الخدمه سمحي لي عاوني يا عاوني شوي كرهت والله كرهت الخدمة هذه أصبر يا أخي ها أصبر كرهتها عياتي ما نخلصش مليح والناس يطيحوا لي في الهضرة عياتي ما عاونك شو قول لي ها عاوني شوي هذه شوي نعطيك الصحة عاونك ماشي كم العاون ها كم العاون كون تعاوني هاك ضرب انا من ثم انا حاب نحبس الخدمة حاب نحبس الخدمة هذه انا راح تسيي ها تسيي بس واش راح نخدم ها واش راح نخدم بلومبي ما عنديش ديبلوم ما قريتش الكتريسيان الكتريسيان لازم تقرا دي ستاج تاع باتيسري استاذ طاباتيسري لازم تقرا انا ما قريتش اش لازم تقرا لازم دير شي حاجه وحده اي زي لازم تدخل فيك شحال فوق انا حاب نسرق حاب نسرق ونحبس الخدمه هذه دي راح بعيد يا اخو ما على بالي ها دي تخدم في الحرام صافي كيف الحرام تخدم في الحرام اكثر باه وانا خير نسرق ولا نخدم هذه خدم هذه يا اخي هم يطيحوا لي الهضره يقولوا لي زبال ها طيحوا لي الهضره يقولوا لي زبال هما يطيحوا لك الهضره ها خلاص انت اخدم خدمتك وهما ربي يخلصهم بس حام يسبوا فيا معليش خليهم ربي ليهم ربي وكلهم صافي انت وانت تطيح لي الهضره ولا لا انا نورمال انت ماما شوف ماما احنا النقطه احنا ماما الغالطين ولا انتم الغالطين بس حنايا احنا حاشاكم الزبالين احنا نرموا الزبال كيف انتم الزبالين انا هو اللي لم الزبله انا بقول لهم صح انت كنت نفس بلاش ما مش معناتها تنقي نقي انت هو النقاي ها تاع حاجه مليحه لي سما هذو مقاع زبالين وانا نقاي ها انا نقاي انت اللي ملح فيهم وي 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 تندر دن 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 مرسي يا ارواح بحل هذا مع الكاميرا كاميرا كاشي مليحه معليش نعمه التربيه بابا
ربي يخليه، اعطاني دي كونساي ما شاء الله. صح تك صح. واسمك؟ مهدي. قولهم صح فطوركم. صح فطوركم. صح نعم التربية. لو كان يخطبك عامل نظافة تقبلي ولا لا؟ بيان سور، إذا كنت بيان سور ما نقرش العشرة، إذا كانت عشرة بيناتنا بيان سور، إذا كان يحبني ونتعاونوا ما بيناتنا ونديروا دروا علاش لا لا. لو كان يجيك عامل نظافة يخطبك فيه بنتك تمدها له ولا لا؟ كما يقولوا واحد نمدلو واحد يكون عنده حسن الخلق، الأخلاق يعني تاعو حسنة، ويكون إنسان طيب كما يقولوا. نقبل. وعلا؟ لأنها مهنة شريفة ونغمل، المهم يخدم. يما لو كان يجيك عامل نظافة يخطب بنتك تمديها له ولا لا؟ يكون راجل خدام رجال سيدهم، يكون راجل. راجل ماشي بمعنى الكلمة، راجل يجيني راجل خدام جيب شهريته، بصح عنده الحرارة تاع مرة. نو. وعلا؟ بس كان ما نروحش جوغ ما جو با، نحب لو مود دو في ديالي كيما يكون في دارنا نكمل مع مون ماري. عطيها له، هذاك هو الزوالي اللي يرفد بنتي، اللي يرفد بنتي هذاك هو اللي نعطيها له. كون يجيني واحد مرفه ما نعطيهالوش، باسكو يخليها في الاخر يخليها، بصح الزوالي ما يخليهاش، نعطيها له انا الزوالي نعطيها له. فيف لاجيري وفيف لي جون تاعنا. جو سي با، اللي ما نعرفوش سا ديبون، يفو كون سكوناس، اذا نحبوه بالك، مي يفو كون سوا دو ميم نيفو، كو سوا انتيليكتوال ولا اكاديميك، دونك سي با ماشي غير الخدمه. الله يبارك. وانت يما تمديها ولا لا؟ هي الكلمه الاخرى تولي ليهم، سما هي القرار تاعها، خاطرك حياتها الخاصه ماشي كيما حنا. وانت عندك كم يكذبوا عليك؟ الحاجه الاولى واش يشوفوا المسكين يحق روح الزبال، سا سي سيغتان، واحدة ما تديه. إيه بوركوا با، نشوف والله ما على بالي. سي تان نوبل ميتشي، سي تان نوبل، هنا يحشموا، يبوغ يحشموا، أن بوغ سي تان ميتشي كوم أن أوتر. نقبل. وعلا؟ نقبل. هكذاك علاش ما عنديش. نقبل صح ولا هكا تاع؟ أقسم بالله غير صح نقبل. فرانشمون سا ديبون دو سون ديفو، سي با بارابور أو سالير. C'est par rapport au niveau d'études, par rapport à la culture. نعطيها له معلوم، هذا انسان خدام. لا اله الا الله، ما عندها رسول الله. دوك الانسان ما يحكمش في انسان اللي عنده شهريه مينابل. انا نقول شهريه مينابل، وعلاه هذا راه ينقي لنا في الزبل تاعنا. باش ما نمدهالوش، بوكوا با، سانوم راجل بمعنى الكلمه. راجل مليح ولا دوني، سواء خدام ولا ماشي خدام. ربي يخليك ان شاء الله يوم. ربي يعيشك ان شاء الله. الحمد لله يا خاوتي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فرحان 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 بزاف. انا في الموسم الاول تاع عقليه دي زاد هضرنا على عامل نظافه، وكنا مهندس نظافه، وكنا هو البطل هنا، هما الزباله، والحمد لله يعني النتيجه والثمار هذوما انا شفناها في المجتمع. كاينه واحد النسبه تاع وعي كبيره 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 بزاف، بالك احنا من المجتمعات الاولى في العالم اللي تحترم عامل النظافه. يعني تحيه لهذا الشعب العظيم، هذا الشعب يعني البطل اللي بالتجربه هذه. كاميرا كاشي انسان ما يقدرش ينافقك ولا يلعبها عليك. انا شفنا في مواضع ياسر كيف ما يتعاملوا مع عامل النظافه، ويتعاملوا معه باحترام كبير، خاطرك هو البطل، هو اللي راه ينظف في البيئه تاعنا في المجتمع تاعنا. الرساله الاخرى للمواطنين، خاوتي هذا العامل النظافه لازم مش غير بالهضره، ولا كي يجيك هو تروح تعاونه، نعاونوه نرموا الاوساخ في المكان تاعها. لو كان كل واحد ينظف المدينه تاعو والمكان اللي راهو عايش فيه، بلادنا تولي احسن بلاد. خاطرك النظافه مسؤوليه مهما واحد، ماشي مسؤوليتهم هما برك. الرساله الاخرى للمسؤولين ان شاء الله يتهلاو في عمال النظافه، يزيدونهم في الشهريه، خاطرك مهما تكون راهي ما تكفيش المقابل تاع المهنه الشريفه هذه خاوتي. واخر الكلام هو تحيه عسكريه لعامل النظافه. صح فطوركم خاوتي، نحبكم ياسر، سلام. موطني